أفراس في مواجهة، تم سحب أيضا رقم 6. فتحت البوابات على بركة الله تعالى في منافسة الأصايل، منافسة كأس نادي سباقات الخيل للخيل العربية الأصيلة السعودية الأصل والمنشأ الأعلى، تصنيف تبدأ السباق، والثابت الخالدية الثانية مع إيدي كاسترو، الخيال البنمي يبدأ في انطلاق الآن مع والثابت الخالدية، الفرس الزرق البالغة من العمر 6 سنوات صاحبة الانتصار الوحيد في هذا الموسم، نشاهدها تنطلق تحاول الانطلاق من الخارج، فيما نشاهد أيضا سيماء الخالدية مع رائد الفيروز بجوار السياج بالخوذة الزرقاء إلى ثاني المراكز والمركز الثالث. هنا نشاهد إذن 5 أسماء تتنافس في هذا الشوط مشاهدين متابعين الكرام. بعد هنا نشاهد أيضا محاولات للتحرك القوي من نوفل الخالدية، يبدأ في المركز الثالث والثابة لا زالت تسير مع إيدي كاسترو، فيما رائد يبدأ في استحثاث سيماء الخالدية. الآن التطابق ما بين الفرسين سيماء الخالدية والثابة الخالدية الثانية من الخارج، يبدأ إيدي كاسترو في دفعة للانطلاق. هنا نشاهد والمحاولات أيضا من نوفل الخالدية من الخارج، يأتي والثابة الخالدية الثانية تخطف الصدارة في هذه الأثناء، نوفل قادم بكل قوة من الخارج يحاول الانقضاض، ثنائي اسطبلات الخالدية أبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مع والثابة الخالدية الثانية واسطبلات الخالدية عبر نوفل الخالدية الذي ينطلق 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 إلى الفوز الثاني. ألف مبروك لاسطبلات الخالدية، الفوز الثاني لنوفل الخالدية والفوز الأول.